اللي ما يعرف طبعا ايش جائزة ابتكر، هي احدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. اعتقد انه خلال اليومين الماضية شفتوا عروض المشاركين، شفتوا عروض المخترعين. معرض وجائزة ابتكر او المشاركين في معرض وجائزة ابتكر حصلوا على تدريب مكثف في المعسكر التدريبي لمدة 4 أيام من 7 الصباح إلى 9 المساء. كانوا كل يوم يأخذون برامج تدريبية لتجهيزهم للعرض أمام مستثمرين. ما كنا نضيف لهم شيء، ما كنا نعطيهم إضافة علمية، كنا نجهزهم أنهم يعرضون للمستثمرين. كان هدفنا أنهم يحولون براءات اختراعهم إلى مشاريع تجارية، كان هدفنا أنهم يحولونها إلى سعودي ستارت أبس. الآن بنشوف فيديو يحكي لنا هذه الرحلة. المشاركين في ابتكر فازوا معنا اليوم، انا اعتقد بل متاكد فازوا بالاكسبوجر اللي حصلوا عليه في المعرض. ممكن يا مهندس ابراهيم، مهندس صالح، تشرفنا على الستيج نكرم جميع المشاركين في معرض وجائزة ابتكر. المشاركة حنان بديدي، الدكتور فهد ابراهيم فتيني، وفاء الزواد، جهاد الريس، سلمى محمد الإمام، المهندس محمد الرماح، عبد الرحمن الدعالج، الدكتور أحمد الهجن، المهندس سعيد عبد الرزاق الزهراني، الدكتورة منى الشريف، الدكتور هاني السيد علي. الدكتورة سناء محمد فهمي جاد الرب. الدكتورة إيمان حلواني. مها رجل عتيبي. الدكتورة نهى طلال زيلعي. طارق الخلال. بدر حسن الشمري. حسن نزار خضري. نور العمودي. الدكتور وديع الحلبي، صالح العمري، أحمد المبرد، محمد الدويش، وفاء الجعيد، الدكتور عبيد الله بن حميد بن سالم السالمي، أسامة عبد الله الزهراني. ممكن صفينا عشان ناخذ صورة تذكارية إذا سمحتم؟ طب بس ممكن متسابقين شي صفين صفين؟ اثنين اثنين. الروحي لمعرض وجائزة ابتكر المهندس عبد المجيد بن حسن العمراني. لا والله.